أهلا وسهلا بكم من جديد، معي أنا سعيد السعدي في قناتي الحكمة العربية. في هذه الحلقة ستكون عن الأستاذ أحمد عصيب في تفاعله مع بوجلول. عاوتاني أحمد عصيب؟ أي يا سيدي، عاوتاني أحمد عصيب، لأنه من القلال اللي مازال أنه كيتفاعلوا مع بوجلود، وحول ما أثير من ضجة، وحول ما أثير من سخط ومن مقاطعة عند المغاربة، إلا أن هذا السيد مازال متمسك بوجلود، ومازال متمسك بهذا القبح البصري كما كنعبر عليه أنايا. علاش قبح بصري؟ هذا الشيء اللي بغيت أنني نفصل فيه في هذه الحلقة. ولكن بالأساس أنا بغيت نتفاعل مع الرد ديال أستاذنا سي أحمد عصيب، اللي هو رد أراه بأنه بعيد كل بعد عن المنطق، بل أنه كشف عن واحد الهشاشة، وكشف عن واحد التناقض، وكشف عن سوء البصيرة، وكشف أيضا عن سوء النية للسيد أحمد عصيب، وهو البارع في ذلك، وهو متقن لذلك على مدى سنوات كما تابعنا وكما نتابع وكما سنتابع. علاش هذا السي أحمد عصيب ديما متشبت بكل ما هو مضاوي وكل ما هو رجعي؟ علاش؟ لأن لا أخفيكم بأن هاد بو الماين ولا بو جلود كما كيسميو المغاربة، أنه كشف على واحد المتناقضات وواحد المفارقات، كما مثلا طوفان الأقصى كشف الأقنعة عن الأنظمة وعن المنظمات وعن المفكرين وعن المثقفين، فكذلك هاد بو جلود ولا ساحة للرهان الأيديولوجي. دابا تصور معايا، لسولنا سي احمد عصيد على رايك بوجلود، يقول لك بوجلود مزيان، فوالا هذه مقبوله، لكن هادو اللي كيقولوا ان بوجلود اصبح يسيء للمغاربه ويسيء للمغرب، شنو غادي يقول لك؟ يقول لك هذا الشيء التيار الاخواني اللي مدايرينه والسلفيه، وانا بغيتكم تسمعوها من عنده. علاش دائما التيار الاخواني والتيار الوهابي السلفي اللي هما معروفين بالتطرف الديني الشديد ديالهم، وبمحاولة الإحياء ديالهم للفقه التراثي اللي هو ميت في معظمه وما كينطبقش مع الزمن اللي احنا فيه، ولا مع الحياة اللي كان عيشه، ولا مع القوانين ديال الدولة، ولا مع الدستور ديال بلدنا. علاش كل مرة هما بوحدهم اللي كيهاجموا، هما أقلية صغيرة بطبيعة الحال في المجتمع، اللي كيهاجموا الكرنفال والاحتفال والطقوس ديال بالمون اللي كيتنظم بعد عيد الأضحى؟ يعني باش فهموا الهشاشة ديال هذا الشخص وضعف الحجة ديال الشخص، بل وغياب الحجة عند هذا الشخص، وبنظرية المؤامرة اللي متغلغلة فيه من 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 رجلين حتى الراس، وبأن هاد الشيء اللي كيعيشوا، وبأن هاد الشرود، يعني الناس عطاو موقف ديالهم من بوجلود الإخوانية والوهابية والماسونية والإنجلاطيرية وأي حاجة حط حدا عليها. واش هاد الناس ما عندهمش رأي؟ واش هاد الناس ما عندهمش ذوق فني؟ واش المغاربة ما عندهمش حق انهم يقولوا هاد الشيء؟ راه اللهم ان هذا منكر بالمعنى الاجتماعي وبالمعنى الفني. واش الحركة الوطنية اللي هي مغاربة لانها كانت وطنية، ما كانت وهابية، ما كانت اخوانية، ما حتى حاجة، انها عارضات كل هاد انواع المسخ الفكري والثقافي، وان الحركة الوطنية هي قطعات مع العديد من الاشكال المسيئة. راه مثلا ساحة جمع الفناء راه كانوا كيتباعوا فيها الكتوبة، يعني برأي او بإرادة من الحركة الوطنية، لانها قطعات مع داك الشكل، وقطعات مع سلطان الطلبة، ومع الهادي بن عيسى، ومع مجموعة من الاشكال الفولكلورية المسيئة. كاين شي فولكلور زوين، لان علاش؟ لان الاستعمار اللي كرسها راه إيريك لوبون في مرحلة ديال الاربعينات، ملي شاف ان فرنسا انها تضعضعت، ف احيا هاد المواسم احياها، وهذه سياسه استعماريه قديمه. حتى ميكيافيل في كتابه الامير يقول على الامير ان يكثر من المواسم لالهاء الشعب، وهذه دار إيريك لوبون بما انه كان ديب، واستطاعت ان فرنسا تمشي تنصرف تنقيب على المعادن، والمغاربه هازن هو 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 الى اخره، وفرنسا صنعات الحاضر ديالها، صنعات فرنسا الحاضر والمستقبل، وحنا باقي كنناقشوا جلود وكنناقشوا السحر والشعوذة وإلى آخر ذلك. لكن المشكلة الكبيرة أن هذا الشيء جاي من عند متقاف، وتيقول لك أسطورة البخاري، وتيقول لك أن البخاري غادي يرجعنا اللور. إذا البخاري أسطورة وكيرجعنا اللور وخرافة، وبوجلود تقدم وداك الشيء زوين. فعبد الله العروية هو مؤرخ كبير، مؤرخ علماني، ما عنده لا مع سلفية لا مع وهابي لا مع اتحاد، قال لك خصنا نقطعوا، خصنا نطويو الصفحة
وخصنا اننا نلغيو الصفحه. يلا انت هذا تسميه وهابي و... قال لك سيدي الاسلام لا ينطبق مع زماننا. الاسلام الوهابي ولا الاخواني هو كيقصد الاسلام بشكل عام، ما كينطابقش مع الزمان ديالنا، ولكن بوجلود كينطابق مع الزمان ديالنا. بوجلود تقدم، بوجلود شي حاجه اللي هي كتنطابق مع الزمان ديال. قال لك ان هاد الناس راه بغاو الفرح والجمال الى اخره. هاد الفرح هادي الاول نقبلوها، الفرح مزيان، وراه حتى داك اللي كيضرب الجوانات والمحيه راه كيعيش الفرح، ولكن ما عليناش نقبلوا الفرح، ولكن الجمال فين بان؟ انا بان لي غير بحال بصري، بان لي داك الشيء راه انه كيخلق واحد الصور مشوهه للانسان وحيوانيه الانسان، وعندنا شيء راه يخلق ليهم، يخلق ليهم واحد الذوق فاسد. وهنا علاش ان افلاطون طرد الشعراء من المدينه، لانهم كيصوروا الاشياء على غير طبيعتها. فهاد بوجلود خصنا نطردوه من المدينه كما دار افلاطون، ولكن هذا افلاطون مع الشعراء اللي فنانين، فما بالك مع هاد القبح البصري. زائد حاجه اخرى، فالفرح ممكن انك تلقاه بزاف ديال المواضيع. التدين كاين اللي كيلقى فيه سعاده وواحد اطمئنان، علاش انت مثلا ضد التدين ولكن مع هذا القبح البصري؟ علاش؟ ودابا نمشيو، ودابا هضرنا حنا قلنا مبدئيا الفرح واخا، ولكن ما شفتيش انت تريف المدينه اللي كيديرها، وشتي كم العنف اللي كيمارس هذاك الموسم في كل سنه؟ مش مشيت هذاك الضجيج لانه كيخلفوا للساكنه المجاوره بهذيك الاماكن، ومش شفتيش هذاك اللي انتهاك يعني الاماكن العموميه، هذاك اللي كيشطح فوق المكيف ديال المسجد، المره الجايه يدخلوا يشطحوا في المسجد. هذا راه فعيل ديال الصهاينه، هذو هما اللي كيقتحموا المسجد الاقصى وانهم يفعلون الافاعيل فيه. يعني خصنا ننتبهوا لهذه المساله، يعني هذا اقتحام الاماكن العموميه والعموميه المقدسه، يعني جزء من المسجد واحد قاص كيشطح فوقه، مشكل. ولهذا الدول اللي هي دول راقيه كتحمي هذا النوع من الكرنفالات والاحتفالات الجماعيه، وكتوفر لها الظروف الطبيعيه باش تكون، ماشي كتمنعها او كتخلي اللي يضيق عليها. الدول الراقيه هي اللي كترجع للاشكال الفرجويه ديالها. في الصين في الثوره الثقافيه مع ماو تسي تونغ، الصين عندها اكثر من 3000 سنه، ملي جا ماو تسي تونغ قال لهم هنا والان يبدا تاريخ الصين. دابا عاد بدا تاريخ الصين، خصنا نقطعوا نديروا القطيعه مع داك الشيء اللي فات. الرواسة مع الثورة البولشوفية قالوا خصنا نقطعوا مع هذاك الشيء الرجعي اللي كان كتستغلوا ديك الساعة القيصرية في تخدير الرأي العام. في إسبانيا إلى عهد قريب كان مصارعة تيران وقتل الطغرة، واحد شي حاجة يعني بشعة في حق الحيوان. ويا ويلك تمشي تقول شي إسباني خاصة عند الكاتالان تقول له هادشي اللي كدير راه ماشي صحي ويسيء للذوق العام وينتهك الحيوانات على غير. يقول لك ناري التراث ديالنا هذا. دابا مع تقدم العقل صافي وتقطعوا مع داك الشيء. اما تجي وتقول لي عريق وحيت هو قديم، وراه الشعوذه راه قديمه، راه الشوافه راه قديمه، اذا الشوافه جزء من تراثنا الوطني، خصنا نحيدوا رئاسات الحكومه ونديروا شوافه، هذاك الشيء خصنا نقطعوا منه. كنقولوا التراث راه كاينه تراثات، راه التراث بمعنى الجمع ما كيتخادش، كيتخاد بشكل. انا مع التراث وضده، واحد الجوانب اللي هي مستنيره معاها، انا مع احياء التراث ديال المختار السوسي وديال حنا في المغرب، نديروا سيدي ديال عباس بن فرناس، واننا نرفعوا من الوعي ديال الشعب واننا نحتفوا بها. علاش اننا ما نحتفيوش بعباس بن فرناس في عوض ما اننا نحاكيوا الحيوانات نمشيو نحاكيوا حنايا العلماء والعباقره الكبار؟ علاش ما نحكيوش يوسف بن متشابين؟ وبلي ما رانا عارف واحد الجزء كبير من الاخوان ديالي سامحهم الله يقول لك انت كتهاجم التراث الامازيغي، وما على بالهمش بلي راه في البدايه هاجمت موسم الهادي بن عيسى وهاجمت، ولكن انا ضد واحد ممارسه همجيه. ومع رجع الاخوان بان عبد الله بن ياسين حارب البرغواطيين اللي كانوا كيتبناو نفس الممارسات الفاسده، وان يوسف بن متشابين واجب مثل هذه الممارسات. هادو امازيغ، هادو ماشي انا اللي تنقولها، هادو تيقولها الاخوان الامازيغ. دابا نجيبو مختار السوسي ونحطو هنايا، شنو غادي يقول في هاد الممارسات؟ بطبيعه الحال غادي انه يستنكر ليها، وبالتالي انني كنبغي انني ننبه الاخوان ديالي بان هاد النقاش هو عام. دابا نوصلوا لواحد القضيه، السي احمد عصيد عنده واحد الدار واحد المخيله مدرعه، يعني باش انه يهضر على بوجلود ناري ما يحبش التاويلات، ولكن باش يهضر على البخاري ناري التزمت والى اخره. انا ماشي شغلي اعتقد في البخاري ولا ماشي تعتقد بشغلك هذه، ولكن انا كان وضعك بين المفارقات وبين التناقضات ديالك. دابا قال لك بوجلود كيمارس النقد الاجتماعي والسياسي
كرنفال بالمول بهذيك الاقنعه وبهذيك الجلود وبذاك التنكر ديال كل واحد كيسمح لهذوك الشخصيات اللي كيتقمصوا هذيك الادوار الحيوانيه باش يعملوا نقد اجتماعي وسياسي. وهذا النقد السياسي ما مارسيش انت هي اللي كتبرر التوحش ديال الحكومه، اللي كتبرر غلاء الاسعار، اللي وليتي بحال هز مجمر وتابع جلاله، وليتي انك تتبرر، وليتي جزء من القوات المسلحه الايديولوجيه ديال الحكومه نيوليبراليه متوحشه. واش هذا النقد ما درتيش انت متقاب؟ عاد يديروا لي جوج جلدات بالله عليكم نشوفوا هذه الاشكال ديال النقد. بالله عليكم هذا هو النقد، واحد او وحده عاطيه مؤخرتها للسواعده، هذا اشهار او دير الصوره يعني ابلغ من كل تعبير. ولا هضرتي معاه يقول لك ثيرو السعوديه وانت كدير الاشهار للسواعده. بالله عليك هذا هو النقد، انت بلوكيت انايا قبل ما تسناوني نزيد نقول شي حاجه. يعني ملي تنقولوا ان هذه منظومه اللي منخرط فيها السي احمد عصيد هي منظومه ديال التجهيل، ممكن نقولوا منظومه ديال التجهيل، كل واحد كيجهل من جهته. لكن مثلا في مرحله من المراحل ان الاستعمار كيشجع الفولكلوريه باش يبين الدوله المغربيه هي واحد الدوله اللي هي باقا كتعيش في التخلف، وانها مازال هذيك الصوره العجائبيه والغرائبيه اللي هضر عليها ادوارد سعيد مازال ملتصقه بهاد الاهالي، وبالتالي انا كمستعمر نجي نحررهم. فالدوله الجديده الدوله المغربيه بنات هنا هذيك لاستركتشر ديال الحمايه. هنا جينا ريمي ليفو يقول لك الفلاح المغربي المدافع على العرش، بمعنى بنات على هذاك الاقطاع اللي كان عند هذا، وبالتالي خدت حتى الاشكال الفرجويه. فمثلا في مرحله من المراحل كانت كتشجع الزوايا، والزوايا ربما اللي كانت كتصرف على الزوايا اكثر ما كتصرف على المدارس. ما عنديش انايا لي شيفر ولكن ما عرفتش القضيه واش باقا ولا لا. يعني القضيه ديال التجهيل كل واحد من جهته، يعني كاين اللي مثلا كيجهل بمنطق المحافظ، وكاين اللي كيجيبوا لنا السي احمد عصيد يعطينا داك الشيء لايك يعطي لنا بشويه ديال البريق اللغوي. دابا هو علماني ولكن نفس المصب كيمشى فيه، هو التجهيل. ارا نجيبكم بوجلود، الاخر اللي جاب لنا الطريقه الكركريه ولا ما عرف شنو هو، هذا جاب لنا الطريقه البوجلوديه. وفي نفس الامر هو خلق واحد الجيل اللي هو ما عندوش النقد السياسي، اللي هو ما عندوش النقد السياسي السليم. ولكن باش كملها مره وتستعملوا ان السي عصيد هو كيستعمل واحد النوع ديال الشعوذه الفكريه، كيزرب عليك بالهضره وكيخبق عليك والقضيه ويقول العلماء وهذا والعلم وططط سير راه عنده كذبوا سير واش كذبوا العلم سير كيضرب العلم وسيروا الانثروبولوجيا وربي نشوفوا هاد الانثروبولوجيا كي دايره. غنشوفوا مثلا عالم انثروبولوجي الذي لا يشق له غبار، عالم انثروبولوجي كبير اللي عنده ابحاث جريئه، اللي بالمناسبه الكتوبه ديالو ممنوعه في المغرب او على الاقل جزء منه لانه تمنع في معرض الكتاب ديال النسخه ما قبل السابقه. عالم انثروبولوجي هضر عليه قلت لنا نقراو العلم، حنا غادي نمشيو للعلم، نمشيو عند الباحث عبد الله حمودي من كتاب الضحيه واقنعته. هذا الكتاب انا ما عنديش ورقي، عندي بي دي اف. في الفصل الرابع، الفصل الرابع داكشي رهيب، داكشي مقزز، داكشي يعني خادش للذوق العام، داكشي اللي كيتستعمل بصح لانه عالم انثروبولوجي وكينقل لنا اصداء ما كان يقع في مرحله من المراحل واللي هي التراث ديالنا العريق كيف ما كيسميه، وانه خصنا نتشبثوا به واننا خصنا نحافظوا عليه. اجي نشوفوا شنو خصنا نحافظوا. قلتي لنا رجعوا العلماء الانثروبولوجي، رجعوا العلماء الانثروبولوجي، لا رجعوا ليهم، رجعوا ليهم باش نعرفوا بان هذا السيد غير داوي خاوي وكيعطينا الشعوذه الفكريه. في بالماون يفعلون كل شيء، يذهبون الى حد خطف النساء من ازواجهن. شخص يريد زوجة رجل اخر، راجل بغى مرات واحد الراجل اخر، ينتظر ذلك اليوم اللي يتزين بكسوة بالماون لأن هذا يمكنه من الدخول إلى كل البيوت. يعني هذا التنكر الأصل دياله بأنه ينتهك حرمات أسر أخرى. ذلك اليوم لا توجد سوى النساء. بالماون يثير أحقاد واضطرابات، هناك ناس يبحثون بهذه الوسيلة عن هتك النساء. هذا الفصل أنا اختاريت لكم غير واحد شوي لأن كاين شي حوايج ما نقدرش ندوزهم، أنا اختاريت غير واحد الفقرة اللي هي صراحة
عرقت عاد دوزتها. هما خوفيا اعدم بقيتي على خاطرك هذيل راه شحال ما مشينا للعلم كتهدم الخرافه، شحال ما مشينا للعلم كنستأصلوا هذاك الشيء اللي تيقول عصيد وغير عصيد من هذاك الترهات ومن هذاك الفقاعات اللفظيه ومن هذاك الطريقه هذيك الابهه وهذيك الفهلوات وهذيك الابهه الفارغه. شحال ما مشينا للعلم وشحال ما تعمقنا فيه كنقطعوا مع الاسطوره. دابا عطينا حنا غير واحد الغيض من فيض، واحد النتفه. انا لا مشينا نناقشوا داك الشيء، راه رهيب رهيب فعلا. بالنسبه لي هذا الشيء هو النقد السياسي. دابا باقي شي سياسه تناقش في هذه البلاد من غير من بعد القوله ديال السي عاصي؟ اشوف السي احمد عاصي المغاربه اذكياء بما يكفي، وباننا باش نسوقوا المغرب انطلاقا من واحد الفولكلوريه مسيئه للمغرب، هذا راه يضر بالمغرب اكثر مما ينفعه، لان هذه رؤيه استعماريه. اننا نجيو للاستعمار يلوح لنا دراهمات وتصور معنا احنا هز القروده والحنوشه والبطاين، وهذا راه لا يسيء. راه مدخل الحضاره والمدخل العصر راه هو الصناعه. عندك الصناعه ما عندك سير الله عاوننا عاونك بلا ما تكثر عليه الهضره. داك الشيء شويه للاستئناس فهمتي، ولكن من بعد يكون عندنا واحد المشروع وطني ومزيان نعزوا حنا زيدوا حنا في المغرب عندنا واحد يعني واحد المناخ، وعندنا واحد المحيط استراتيجي، وعندنا بزاف الحوايج اننا نستثمرهم للسياحه اكثر ما اننا نستثمرهم نديروا الضحك فينا. والله لا نديروا الضحك فينا بهذا الشيء. على كل حال نتمنى نتلاقاكم في حلقه جديده وشكرا لكم.